أنا اسمي كارين من قناة عالم كارين. اليوم بدي أعلمكم كيف تعزفوا بيبي شارك. قبل ما نبلش لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. بتقدروا أنتوا تبلشوا بالأورج من أي مكان بدكم إياه. أنا ببلش من الدو مثلا هيك. بي شارك. الدو هيها بتبلش من عند التنتين السود. مثلا هادي دو. مثلا هاي دو. اي تنتين سود بكون جنبهم دو. شوفوا قدامهم يعني. هلا بعطيكم مثال. خليني اعزف بيبي شارك بدون ايقاع. بعدين رح اعزف لكم اياها بايقاع. صح. يلا هذا بي بي. بعدين هاي بنفشعها شار تو 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 تو. بي بي شار تو 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 تو. بي بي شار تو 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 تو. بيبي شارك. هلا رح اشغل لكم الايقاع مع الموسيقى مع الاغنيه. هذا هو الايقاع. هيا يلا عند ستارت. هلا نفس المقطع على مامي شارك ودادي شاركها. مثلا مامي شك تتر تر. مامي شك تتر تر. مامي شك تتر تر. مامي شارك. ومثلا مثل دادي بالضبط. دادي شك تتر تر. دادي شك تتر تر. دادي شك تتر تر. دادي شارك. بدي أذكركم في النغمات. هم ثلاثة زي ما قلنا كلهم دادي ومامي بالضبط زيهم. يلا دو ري فا 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 فا. دو ري فا 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 فا. دو ري فا 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 مي. وهيك خلصنا الفيديو. باي بحبكم كتير. بنشوفكم حلقة تانية.